حياكم الله مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام، نتحدث بها عن الاستحواذ من قبل رئيس مجلس النواب على سندات العقار في الأنبار، مجددا يحرك مساعي الفرقاء السياسيين نحو إزاحته عن منصبه وسط مطالبات شعبية بمحاكمة المتورطين وإعادة تلك الأموال لأصحابها، في حين تراكمات كانت عليها مؤشرات الإخفاق بالأداء من جهة، والقفز على مهام السلطة التنفيذية بالتدخل في القرارات من جهة أخرى. بالتالي تجتمع هذه المؤشرات كاجتماع آراء الفرقاء حول إقالته، فيصرح البعض بتخطيط ومنهجية بيع وتزوير أراضي محافظة الأنبار بغطاء سياسي، ويعزون الأسباب إلى غياب السلطة التنفيذية في الحكومة السابقة واستغلال فراغها. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية بعد أن أحرزت نقاط الانتصار على العدوان الذي تجاوز العقد من الزمن، يمثل تحولات استراتيجية ابتداء من استعادة دورها في ترميم الجراح وما خلفته آثار السنين القاسية من الحرب الدائرة. فطغيان حضور سوريا وكسبها الرهان أحل خيبة في تل أبيب وعدد من البقاع اللي آلمها مشهد التوحد في القمة العربية في جدة، لكن هذه المؤشرات بالنتيجة هي مشروطة بمحافظة العرب على النصاب المتحقق. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا بقى ويانا ومتابعتنا. قضية أراضي الوفاء بدأت تهز منصب رئيس البرلمان عندما انكشفت خيوطها وصار غموضها ينجلي شيئا فشيئا، حتى تم التوصل إلى المتورطين وعلى رأس الاتهام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحسب ما يذكر. المتورطون الذين تمت مصادرة أموالهم بغير سندات قانونية، وهؤلاء هم متضررين. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام بعد أن نشاهد التقرير الآتي. مجددا رئيس السلطة التشريعية يشار إليه بسحب الثقة، لكن هذه المرة تنطلق الأدلة من داخل البيت السني على خلفية بيع سندات أراضي المواطنين في الأنبار بالتزوير، حيث بلغت أكثر من 180 ألف قطعة أرض بحسب تصاريح المراقبين، الأمر الذي جعل أبناء المكون السني يشيرون إلى اتهامه بقضايا فساد واستحواذ وصل إلى استحقاق المواطن. فعقب المساعي التي أشارت في هذه المرحلة إلى إقالته بعد إقرار الموازنة على إثر التلكؤ في أداء المهام التي برزت مؤخرا على صحيفة واجباته وفق الإجماع السياسي، اليوم الكتل السنية أيضا تضع الحلبوسي موضع المتهم بالفساد، حيث كان التمدد في القرارات من قبل السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بداية التسلط من قبل رئيس البرلمان بغية إخضاع الجميع لسلطته، لكن حكومة الخدمات هي من حالت دون ذلك. فيرى المتابعون أن نهاية رئيس مجلس النواب بدأت بالعد التنازلي لتراكم ملفات الفساد وضعف أدائه للواجبات، بالتالي تجتمع آراء الفرقاء السياسيين باختلاف مكوناتهم حول إنهاء جولته بإيجاد بديل أكفى في تسنم السلطة والتعاون على تحقيق الانسجام السياسي للمضي بها نحو تنفيذ الاتفاقات بما يتناغم مع المصلحة العامة. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، ورحب بضيفي الكريمين الاستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي، حياك الله استاذ كامل، وكذلك مرحبا بحضرتك، وكذلك الدكتور محمد دحام السياسي المستقل ينضم معنا عبر سكايب من الانبار، حياكم الله ضيوفا كرام. ملف الفساد استاذ كامل اللي حاصر الحلبوسي خلال المده القصيره الاخيره، هل نفهم من عنده انه استغل رئيس البرلمان نفوذه وتمدد على غير صلاحياته كما يشير محللون سياسيون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حياك الله عزيزي وحيا مشاهديك الكرام والضيوف الذين سيشاركون معنا. حياكم. ملفات الفساد في يعني في ملف الحلبوسي ليست جديدة، والملفات الأولى السابقة المرحلة الأولى ما قبل رئاسة البرلمان أيضا موجودة، ولكن للأسف التوظيف السياسي للملفات هو الذي يتسبب في ضياع الكثير من الحقوق. و أبرز ملف فساد يعني كشف وتم التدقيق به وتم تقريبا حسمه وتم إصدار أوامر قضائية بإيقاف ملف الفساد هو ملف الشهداء. حاولت مجموعة مقربة من الحلبوسي من خلال اللجان الفرعية لمؤسسة الشهداء في محافظة الأنبار بترويج معاملات أكثر بحدود 30,000 معاملة تم ترويجها، واستطاعوا تمرير أكثر من 29,000 للتقاعد لكي يستلموا رواتب تقاعدية. مؤسسة الشهداء أوقفت صرف هذه الرواتب. هذه الملفات موجودة ويمكن للنزاهة ويمكن للقضاء العراقي أن يمارس دوره في استدعاء هذه المجموعة، وممكن الأجهزة الأمنية أن تحقق معهم وتكشف من الذي كان يستلم 3,000 دولار عن كل معاملة، ويتم تحويل الإرهابي والقتيل والمتوفي بحادث وغيره يتم تحويله إلى شهيد يستلم راتب شهداء. هذا الملف السابق الأولي. إذا هذا الملف القطع الأراضي والاستيلاء عليها والحديث عن عشرات الآلاف، الحديث عن 68,000 قطعة وأكثر، 68,230 قطعة. هذا المشروع مشروع ضخم جدا، مشروع بيع الأراضي الحكومية الرسمية للدولة العراقية بأشكال مختلفة وبأساليب مختلفة إلى جهات مستفيدة بدون حق لا قانوني ولا ضمن سياقات عمل الدولة العراقية. هذا بالتأكيد بجندة اجتماعية بناس موجودين يعني ربما يشترون قطع أراضي أو مستثمرين أو تجار أو غيره، وبعمليات أخرى أكبر من العمليات الفردية. إذا أنا أتوقع أن هذا الملف قضائيا لم يحسم بعد، التحقيقات لم تكتمل بعد، فبالإمكان فتح ملف الإرهابيين الذين تم تسويقهم على أنهم شهداء لمحاسبة الحلبوسي. للأسف ما يجري هو عملية توظيف الملفات الجنائية والجرائم والانتهاكات وملفات الفساد توظيف سياسي. حينما يختلف السياسيون تظهر هذه المعلومات ويظهر التصعيد الإعلامي، ولكن حينما تتم التوافقات يتم السكوت عنها. أنا أدعو الحكومة العراقية بمؤسساتها المختلفة على مستوى النزاهة، على مستوى اللجنة الساندة للنزاهة، الأستاذ حيدر حنون أنا أثق به كثيرا كقاضي نزيه وشخصية وطنية كبيرة، أن يحسم العمل بها على هذه الملفات ويقوم بتحويل هذه الملفات إلى إجراءات قضائية تحقق وتحاكم وتحاسب وتصل إلى الرأس الفاسد وتطيح به. لأن ترك ملفات جنائية كبيرة، ترك ملفات فساد عرضة للاستثمار السياسي، هذا بنفسه هو فساد، هو نوع آخر من الفساد. القوى المعارضة للحلبوسي الآن تزعم أنها تحاول عزله وكذا، ولكن على مستوى الأداء السياسي لا توجد أي تحالفات الآن ضد الحلبوسي قادرة على الإطاحة به. لحد الآن الحلبوسي يحظى بدعم كتلة برلمانية كبيرة وهو شريك معها في القوى السياسية العراقية، وهذه هي التي تستطيع إقالته من الناحية السياسية. بدون تحالف كبير الحلبوسي لا يستطيع أن يصمد في منصبه، ولكن بوجود تحالف كبير يستطيع أن يحتفظ بموقعه. إذن الحديث السياسي ما لم يتحول إلى تحالفات سياسية قادرة على سحب الأكثرية من الحلبوسي أو إلى ملفات قضائية يتم استدعاء بناء على إدانته طيب. قضائيا أو اتهامه بملفات فساد ممكن أن تسلب من الحصانة طيب. ويتم تقديمه إلى القضاء. إذا ما حكينا بطريقة مناطقية، ودعني أستاذ كامل أنتقل للدكتور محمد دحام، حياك الله مجددا دكتور. لما تحدث عن مؤشرات الفساد المرتفعة بالأنبار اللي يبين بعضها الأستاذ كامل الكناني،
نتحدث عن الأنبار، هي قلعة رئيسية لحزب تقدم الحاكم. هنا هل يمكن اعتبارها صفقة قرن ثانية؟ نتحدث عن عقود المتورطين 18 شخصية وأرقام تزوير تتصاعد من 60,000 قطعة أرض إلى 180,000 قطعة. يعني المسألة ما تتوقف عند حد معين. مساء الخير لك والضيف الكريم. حياك الله، مرحبا بك. المشاهدين الكرام جميعا، أنا لا أعلم إذا كان الصوت حضرتك واضح جدا، تفضل بالإجابة لكي أستكمل الحديث. تفضل. طبعا فيما يتعلق بموضوعة الفساد في محافظة الأنبار، الآن هو تحول من قضية الرأي العام والمطالبات إلى قضية قانونية، وهذه القضية قضية جنائية ولربما قضية ماسة بأمن الدولة باعتبار أنه هذه قضايا فساد كبيرة. وأعتقد أنه الجانب القضائي حاكم بهذه الموضوع، والآن الشبهات تدور حول الحزب الحاكم والمسؤولين في محافظة الأنبار على اعتبار هم أصحاب القرار وهم من قاموا بهذه بتوزيع هذه قطع الأراضي وبالتالي يتحملون المسؤولية. إذا أردنا أن نسحب الموضوع إلى مجلس النواب، ولا سيما أنه بعد حل مجالس المحافظات تحولت الجهة الرقابية على السلطة التنفيذية في المحافظات إلى مجلس النواب، ونحن نبحث هنا عن دور أعضاء مجلس النواب ومن ضمنهم السيد البوسي باعتبار رئيس مجلس النواب. ما هي الإجراءات القانونية أعطاها لكم الدستور العراقي لعام 2005؟ وهل بالفعل تم كشف عن ملف فساد من قبلكم، أو هل إن تم استجواب أحد المسؤولين في محافظة الأنبار من المتهمين بقضايا الفساد؟ ولهذا السبب هم الآن في محط، إذا لم يكونوا في محط اتهام فهم في محط شبهة باعتبار أنهم متسترين على صفقة فساد كبيرة جدا. الكثير من القنوات الفضائية هي أكيد كان لها دور في كشف هذه الصفقات الفساد، لكن الآن بعد أن تنكشفها في وأصبح الملف ملفا قضائيا صرفا، بالتالي نحن ننتظر الآن من القضاء العراقي ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بحق هؤلاء المتورطين في الأراضي، وأيضا ما هي الأحكام التي من الممكن أن تلحق بهؤلاء المتورطين بصفقات الأراضي أو غيرها. طيب دكتور، هنا تحركات النزاهة لما أستاذ كامل، تحركات النزاهة تترافق مع المحاصرة السياسية للسيد الحلبوسي، خطوات إبعاده عن تزعم المكون حاضرة، آخرها انضمام رافع العيساوي لهذا المسار قبل ساعات من الآن، وأكو متغيرات جديدة ومتسارعة على المشهد. يعني أنا أعتقد أن ملف النزاهة ملف مستقل عن التحركات السياسية. نعم. والنزاهة دقيقة وحريصة على أن تكون إجراءاتها في سياق مكافحة الفساد قضائيا تحقيقيا إجرائيا خارج دائرة التأثيرات السياسية، وأنا أعتقد أن شخصية السيد حيدر حنون بهذا الخصوص واضحة وجربها الكثيرون. السيد حيدر يعتقد أن القدرة على تحقيق مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم إذا خضعت للتأثيرات السياسية. موضوع الحلبوسي يحوي على جنبة سياسية مهمة، وهو وجود خصوم سياسيين فاعلين وأقوياء في داخل الأنبار. صحيح من الناحية البرلمانية هو لا زال الأقوى، كتلته هي الأقوى لأن عدد نوابه أكثر وعنده تحالفات سياسية كبيرة، ولكن من حيث الأنبار كمدينة يوجد منافسون أقوياء ويوجد شخصيات كبيرة وتوجد زعامات عشائرية. الحلبوسي شخصية عادية بالنسبة للمجتمع الأنباري، هو يحاول أن يسوق نفسه كونه شيخ وسواله فد مضيف كبير يعني، ولكن هذه المشيخة وهمية غير حقيقية، هذه قائمة على السلطة، بس يروح منصبه كرئيس برلمان يرجع مواطن عادي ما إلى أي قيمة إضافية. إذن هنالك فرصة لتمرير الملف قضائيا وتحقيقيا وعن طريق النزاهة، وأنا أتمنى من المواطنين في الأنبار ومن القوى السياسية المعارضة للحلبوسي دعم الإجراءات القضائية، تزويتهم بالمعلومات، تزويتهم بكل ما يمكن التأكيد على أن هنالك انتهاكات حقيقية للقوانين، وعدم الاكتفاء بالتضجيج الإعلامي. للأسف أنا أشوف أن
القوى السياسية المعارضة للحلبوسي تضجج إعلاميا ولا تتقدم من الناحية القانونية ومن الناحية القضائية ومن الناحية الجزئية، يعني لا تقدم هذا الدور الاجتماعي إذا لم يتحول إلى داعم لملفات النزاهة ومكافحة الفساد، لجان الفساد ومكافحة الفساد والمحاكم والقضاء والادعاء العام مادته الجمهور الناس، إذا الناس ساعدوا بالتأكيد راح تسهل العملية وراح يمكن إقالة الحلبوسي وإدانته وإلقاء خلف القضبان. ولكن الحديث الإعلامي لوحده لا يكفي، الملف بحاجة إلى تعضيده بمجموعة الانتهاكات القانونية، مجموعة المخالفات، مجموعة هذول الناس اللي اشتروا أراضي، شلون اشتروها، شلون حصلوا عليها، ما هي الأقيام، ما هي المبالغ التي أعطيت كرشاوي أو كهدايا أو كهبات للمسؤولين بحيث تم توزيع هذا العدد الكبير من قطاع الأراضي. هذه كلها ملفات تحتاج إلى تعضيد اجتماعي لكي تتحول الحركة من حركة إعلامية إنشائية غير مجدية إلى حركة هادفة باتجاه محاصرة الحلبوسي للوصول به إلى ما خلف القضبان. طيب دكتور محمد، يعني لما يكون هنالك تحركات للنزاهة أوضحها السيد كامل الكناني وأيضا تحركات سياسية، خلينا نجي على تحركات الجماهيرية، أكو خطوات تحشيد جماهيري ضد الحلبوسي أيضا تترافق مع السياسة أو التحركات السياسية، أكو مؤتمر جماهيري كبير بالقرب من منزل الحلبوسي غرب الفلوجة يقودها تحالف الأنبار الموحد، يعني هل هي صراعات سياسية لا زالت أم أن الموضوع وصل للجماهير أم أن راحة الانتخابات بدأت من الآن؟ نعم، طبعا بكل تأكيد أنه القوى الجماهيرية هي سبقت حتى القوى السياسية في المطالبة بالكشف عن الفساد، وهذا طبعا منذ أكثر من سنتين هنالك مجموعة من الناشطين ومجموعة من المستقلين الذين طالبوا بضرورة أن يكون الملف القضائي وإبعاد الفاسدين وضرورة كشف عن ملفات فساد، ولكن هؤلاء تم اعتقالهم وتم نقلهم واستخدام مجموعة من الإجراءات التعسفية ضدهم، وبالتالي هذه الموجة وهذه الإجراءات التعسفية حدت من الأسلوب الجماهير في المطالبة بردع الفاسدين. الخطوة الأخرى الثانية هو طبعا حدثت مجموعة من القوى السياسية، طبعا حراك الشعبي في محافظة الأنبار بقيادة سطام أبو ريشة، وأيضا التحالف الأنبار الموحد بقيادة جمال الكربولي أيضا خاضوا مخاض طويل، وإضف إلى ذلك مجموعة من القوى والشخصيات المستقلة الأخرى الموجودة، ولا يقتصر فقط على هذين الاتجاهين، طبعا كلها طالبت مرارا وتكرارا بضرورة أن يكون هنالك ردع لعملية الفساد. لكن أنه ما يلاحظ هنا في محافظة الأنبار إلى أنه الحكومة المركزية هي لم تستجب لهذه المطالب إلا بشيء بسيط جدا، ولربما هنالك نوع من التخادم الحزبي أو التخادم السياسي من أجل يعني تعليق أو تأجيل هذه الملفات. ولكن ما يلاحظ أنه التحول المهم بعد استلام السيد محمد الشياع السوداني رئاسة الوزراء، نلاحظ أنه بالفعل أصبحت هنالك تحركات فعلية في محافظة الأنبار بمكافحة الفساد، وفعلا تم إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين وهم الآن في الإجراءات التحقيقية، ونأمل هنا في محافظة الأنبار أن لا يتم تسييس القضاء بأي شكل من الأشكال، وأن القضاء يجب أن يكون على مقربة من الجميع وعلى مسافة واحدة من الجميع، وأن لا يساوم على أي قضية فساد. وقضية الفساد في محافظة الأنبار هي لا تقتصر فقط على قضية الأراضي، وهناك من يحاول أن يروج إلى أنه الفساد هو مستشري في العراق. لماذا هذا الاستهداف لمحافظة الأنبار؟ نحن كمحافظة الأنبار مع بقية المحافظات، ولكن بما أنه هذه الإجراءات تم فتحها نأمل من الحكومة المركزية في بغداد أيضا أن تستخدم هذا الملف بطريقة قانونية، ولا نريد أن يستخدمه بطريقة شخصية واستهداف شخصي وتسقيط سياسي، لا نريد أن يكون
بطريقة قانونية، وبنفس الوقت نريد أن يكون هنالك إجراءات، نريد أن نعرف إحنا الرأي العام في محافظة الأنبار، نريد أن نعرف إنه ما هي الإجراءات وما هي الأحكام التي تم بت بها باتجاه هؤلاء الفاسدين. طيب هنا أستاذ كامل، لما نتحدث عن الرئاسات الثلاث في العراق على سبيل المثال، يتم الوصول إليها بالتوافق، عزلها أيضا كسلطات ثلاث. هنا نتحدث عن تحرك القوى الساعية لإقالة الحلبوسي باتجاه الفضاء الوطني، أيضا هنالك توجه مثلا من البرلمان، من السلطة التنفيذية، باعتبار أنه تداخلت التشريعية في فرض سلطتها، بل حتى السلطة القضائية، هيئة النزاع حضرتك تحدثت عنها. أنا أعتقد أن هنالك مشكلة حقيقية بخصوص الحلبوسي. يعني الحلبوسي يحظى بتحالف قوي كبير، لحد الآن لم تتزعزع العلاقة بين القوى الداعمة للحلبوسي وكتلته النيابية. فالحديث عن الملفات القضائية والملفات الجنائية في الميدان الإعلامي لم يؤثر شيء من الناحية الواقعية. الطريق الوحيد لأهالي الأنبار لعزل الحلبوسي والتضييق عليه هو تقديم ملفات قضائية تمتلك أدلة كافية لحسم موضوعه في المحاكم العراقية. أنا أثق كثيرا بقضائنا وبلجان النزاهة وبالتحقيقات، وأرجو من المواطنين في الأنبار تقديم ما لديهم من أدلة قانونية تكفي للإطاحة بالحلبوسي. الحلبوسي في ظل وجود تحالف إدارة الدولة، تحالف سياسي داعم كبير، يستطيع أن يبقى بمنصبه حتى لو اتفق الآخرون الأخوة المعارضة السياسية الموجودة في الأنبار من كل الأطياف، يعني جماعة الخنجر، جماعة الكربولي، جماعة بسطام أبو ريشة، غيره، كلهم مع التقدير ومع حفظ المقامات والألقاب، رافع العيساوي ومجموعته، كل الأخوة الموجودين الذين يعارضون الحلبوسي لا يمتلكون قدرة برلمانية قادرة على زعزعة التحالف القائم، تحالف إدارة الدولة. إذن الحلبوسي الآن مسند ومتكئ على قوة سياسية كبيرة. القضاء هو الوحيد القادر على كسر هذا التحالف بإسقاط حصانته البرلمانية وإخراجه، أو القيام بتحرك للقوى السياسية الأخرى، يعني التحرك مع التحالف الكردستاني ومع الإطار، وتقديم ما لديهم من أدلة ومن قناعات لكي يعني يعتقد الإطار ويعتقد التحالف الكردستاني أن استمرار تحالفه مع الحلبوسي خطأ وطني وخطأ مخل بالنزاهة وبالسياقات الوطنية المعروفة. هذا هو الطريق الوحيد. للأسف ما جاي أشوف حركة بهذا الاتجاه. التحركات لا زالت تجمعات عشائرية سياسية داخل الأنبار وتصريحات إعلامية. ما لم تتحول هذه الحركة إلى حركة مركزة باتجاه حسم الملفات القضائية أو حلحلة التحالفات السياسية الداعمة للحلبوسي، فسيبقى الحلبوسي في مكانه وربما يستقوي ويستطيع أن يؤذي موقع رئيس البرلمان، موقع مهم جدا في الدولة العراقية، يستطيع من خلال تأثيراته وعلاقاته. كل القوى وكل المؤسسات الدولة تحتاج البرلمان، فممكن للحلبوسي أن يساوم ويستفيد ويبتز ويضغط ويحول موقعه إلى يعني قلعة حصينة يتحصن بها لكسر خصومة، كما تفضل الضيف قال أنه بعض الناشطين، بعض الأخوة قدموا معلومات تحدثوا تم اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم. البقية وين؟ القوى السياسية الداعمة وين؟ ليش ما دعمت هؤلاء الناشطين؟ ليش ما قدمت للقضاء أدلة؟ هذا أعتقد هو الملف الحاسم في هذه القضية. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كامل الكناني الكاتب والإعلامي، أثرت الحوار في هذا الملف، وكذلك الشكر كثير لحضرتك الدكتور محمد دحام السياسي المستقل، حدثنا عبر سكايب من الأنبار، ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريم الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. حياك الله دكتور طارق. وكذلك ينضم معي أو تنضم معي عبر سكايب الدكتور نسرين علي السلامة الباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية. حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور طارق، هل يمكن اعتبار مشاركة سوريا في قمة جدة بأنها طي لعشرية النار التي مضت؟ أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهديكم الكرام والضيفة الكريمة من سوريا. في حقيقة الأمر بدأت صفحة جديدة وطويت صفحات سابقة في إطار العلاقات العربية السورية. أعتقد أن عملية انعقاد القمة بوجود وحضور سوريا يمثل انتصارا للحوار على لغة العنف، وهو انتصار للدبلوماسية على أساس باعتبار أن الخلافات الكبيرة والعميقة لا يمكن حلها إلا في إطار الحوار. ولذلك نعتقد أن المشكلة الحقيقية التي تجابه المشاكل الموجودة في المنطقة يجب أن تحل بالحوار، ولكن بالرغم من جميع الإيجابيات التي قد ترافق هذه الاتفاقات والتوافقات، نحتاج إلى إرادة حقيقية من جميع الأطراف لغرض الابتعاد عن لغة التهديد ولغة الوعيد، والذهاب إلى إيجاد صيغ مشتركة يتفق عليها جميع الأطراف، سواء سوريا أو الدول الأخرى أو الدول التي قد بالمستقبل قد لديها موقف من بعض القرارات التي تتخذها جامعة الدول العربية. نعم نعم دكتور، حياكم الله مجددا. قتال سوريا ودبلوماسيتها والخيارات المرنة اللي اتخذت طوال أكثر من عقد من الزمن، هل كانت هي السبب الرئيسي في الثمار التي تجنيها سوريا اليوم؟ تسمعيني حضرتك دكتورة؟ والله صوت ضعيف. نعم دكتورة، أسأل عن القتال في سوريا مقابل هذا القتال كان دبلوماسية وخيارات مرنة اتخذت من قبل الحكومة لأكثر من عقد، هل كانت هذه المسارات هي التي كفلت الثمار التي جنتها اليوم من قمة جدة وحضورها؟ إذا كنت قد سمعت نأسف دكتورة ما نسمع صوتك بشكل واضح. هل فشل الدكتور طارق كل التحالفات الإقليمية والتحالفات الدولية اللي عادت سوريا وحاولت الإيقاع بها ويعني شطبها من معادلة الحضور، هل قبال هذا الفشل هل كان هنالك مرتكز ثبتت سوريا لصياغة العالم الإقليمي الجديد؟ نعم، في حقيقة الأمر الدول العربية مجمعة ليس لديها خيار ثاني سوى القبول بعودة سوريا. هي راهنت الدول، يعني الدول العربية في بداية الأزمة منذ عام 2011 كانت هناك لديها رهانات على سقوط سوريا وتبديل النظام السياسي، ولكن مع بقاء النظام السياسي ولغاية الآن ليس أمام الدول العربية إلا أن تتعامل مع الواقع الجديد، باعتبار أن وجود سوريا في يعني في إطار القمم والمؤتمرات هو مهم، باعتبار أنها هي دولة مؤسسة ليست دولة طارئة على الجامعة الدول العربية من جهة، ومن جهة أخرى الموقع السوري موقع مهم جدا، وقد والأزمة السورية في حد ذاتها هي أزمة مركبة ليست أزمة سهلة، أزمة معقدة فيها تداخلات محلية وفيها تداخلات إقليمية، فضلا عن الصراعات الدولية لا سيما التواجد الأمريكي والروسي في آن واحد. نعم طيب، لما يكون الحال كذلك نتحدث عن الرغبة العربية في عصيان أوامر الإدارة الأمريكية باستمرار الصراع مرة أو بالتحالفات التي تلقي بظلالها السلبية على الوضع السوري مرة أخرى، كيف يمكن قراءتها خاصة وأن قمة جدة مثلت متغير كبير دكتور؟ نعم. ومهم في عدم مناقشتها واقترافها من القرارات الدولية نهائيا، ونتحدث عن القرارات اللي كانت خاصة بسوريا. جميع المهتمين بدأوا يركزون على هذه النقطة التي أثرتها حضرتك فيما يتعلق بالموقف العربي وبالذات الموقف السعودي الذي قد يختلف وبدأ يختلف مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. أعتقد
أن السعودية بدأت تتخذ يعني قرارات جديدة مختلفة عن القرارات السابقة. فيما سبق كانت جميع القرارات تتماهى إلى حد التطابق مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، في حين نجد منذ مدة بدأت السياسة السعودية تختلف منذ بداية مثلا موضوع رفض فكرة سياسة الأوبك وبعض الإملاءات الأمريكية على موضوع أسعار النفط. بدأت السعودية تدخل في إطار العلاقات الاستراتيجية مع الصين، وبدأت تعقد قمة عربية خليجية صينية، وكذلك الحال ما شاهدناه من ذهاب السعودية إلى الصين واتفاق مع إيران. جميع هذه التوجهات وهذه التحركات في حد ذاتها قد تمثل تحديا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. فضلا عن ذلك، الأبرز من ذلك نجد أن السعودية في إطار هذا الموضوع أيضا تحاول أن يعني تتخذ بعض السياسات المتزنة، ومن أبرز تلك السياسات هو دعوة رئيس زيلينسكي إلى قمة جدة، وهو بحد ذاته محاولة لاسترضاء أمريكا خوفا من وجود تداعيات للتقارب السعودي الإيراني أو التقارب السعودي السوري، باعتبار أن الموقف الأمريكي بالوقت الحاضر هو موقف فيه غموض كبير. لغاية الآن بالرغم من التصريحات من قبل البيت الأبيض اتجاه هذه التحركات، ولكن نعتقد أن الموقف الحقيقي الأمريكي لغاية الآن لم يظهر بشكل واضح إزاء هذه التغيرات الجديدة. نعم. طيب. أكو يعني مقولة بصراحة بالرصد الإعلامي جدا استوقفتنا، أنه وسائل إعلام إسرائيلية وصفت بأن العرب هم عادوا لسوريا وليس العكس. هذه العبارة ماذا تمثل برأيك دكتور؟ في حقيقة الأمر إذا ما قرأنا المشهد بطريقة أكاديمية علمية، نجد أن عملية يعني إبعاد سوريا كانت بدعوة عربية، وعملية إعادة سوريا أيضا بدعوة عربية نفس الجهة، بمعنى أن الدول العربية هي من اتخذت قرار إبعاد، وفي نفس الوقت هي التي اتخذت قرار العودة. وهذا يدل على شيء، يدل على أن السياسة العربية هي التي تغيرت وليست السياسة السورية. وهذا الموضوع حقيقة ممكن أن يكون تحليلا للرأي الذي ذكرته حضرتك. أعتقد أن السياسة العربية بالآونة الأخيرة بدأت تشهد يعني اختلافات كبيرة عندما نتابع سياسة المنطقة على مستوى دول الخليج أو مستوى الدول العربية بشكل عام. كانت في يعني في الثمانينات والتسعينات حتى في بداية يعني العشر سنوات الأولى من الألفين، نجد أن السياسات المتبعة من قبل الدول العربية في الغالب سياسة ترتبط ب يعني توجهات خارجية، وهي تحاول أن تتماهى إلى حد كبير مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن تخرج عن هذا يعني عن هذا السياق. في حين نجد منذ فترة وجيزة بدأت بعض الدول تحاول أن تختلف في سياستها مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة الدول الغربية بشكل كامل. نعم. طيب الالتئام أو يعني لما نتحدث أن هنالك يعني بعض الشروط لربما ستكون دكتور طارق، هذه الشروط والمبادرات أيضا هي كانت بطبيعتها مبادرات عربية وضعت على طاولة دمشق القبول بالصلح، هل أن هذا الأمر كان هو سبب رئيسي في هذه العودة أم أن ذلك الصلح كان غير مشروط حسب متابعتك؟ في حقيقة الأمر يخطأ من يظن أن في عالم السياسة لا توجد هناك مساومات. لطالما هناك مفاوضات وهناك حوارات، أكيد سوف تتخلل هذه الحوارات مساومات، وقد خلنا نسميها تسويات، بمعنى أن كل دولة تحاول أن تطلب من الدولة الأخرى بعض الاشتراطات، وقد يصل كلا الطرفان إلى اشتراطات تكون مقنعة للطرفين. ولذلك يخطأ من يظن أن عملية العودة العلاقات السعودية الإيرانية دون وجود اشتراطات متبادلة، ويخطأ من يظن أن عودة سوريا إلى علاقاتها مع الدول العربية بشكل كامل هي خالية من الاشتراطات المتبادلة. هذه الاشتراطات المتبادلة هي ليست من طرف واحد، بمعنى هي ليست لعبة صفرية دولة تربح كل شيء ودولة أخرى تخسر كل شيء، على العكس من ذلك. على سبيل المثال للحصر، مثلا بعض الدول تطلب من سوريا بعض الإصلاحات والتسويات إلى آخره من النقاط المهمة، مقابل ذلك قد تطلب سوريا أيضا من الدول ضرورة الدعم، دعم الدول، دعم المناطق المتضررة، دعم سوريا في عملية إعادة الإعمار وغيرها من النقاط. فعملية المفاوضات أكيد سوف تكون من قبل يعني المطالب سوف تكون من قبل جميع الدول، ولولا وجود قاسم مشترك
ما بين سوريا والدول العربية لم يتم الاتفاق والعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ولولا وجود قواسم مشتركة بين السعودية وإيران لم نشهد عودة للعلاقات التي أثمرت، عودة العلاقات السعودية الإيرانية هي التي أثمرت إلى حل الأزمة السورية وحل الأزمة اليمنية، وأعتقد بالمستقبل سوف يتم الذهاب إلى حل الأزمة اللبنانية. نعم. طيب هنا نتحدث عن هذا الالتئام العربي وأيضا المحيط الإقليمي عندما تلتئم بعض الفوارق، هل هذا الموضوع راح يكفل تسريع وتيرة الإعمار لسوريا دكتور، خصوصا بعد أن كانت هنالك سنين من الاقتتال دمرت فيها أو دمرت فيها المنشآت والبنى التحتية؟ عملية الانتقال من فكرة العنف والحرب إلى فكرة الحوار هي الكفيلة في تهدئة الأوضاع. عملية الاستقرار إذا ما حدث هناك نوع من الاستقرار السياسي أكيد سوف يتبع ذلك استقرارا اقتصاديا، وإذا ما حدث الاستقرار الاقتصادي سوف يحدث استقرارا أمنيا، بمعنى هناك تراتبية في إطار الأحداث. وأعتقد أن الدول العربية بالوقت الحاضر أزماتها كثيرة، وجامعة الدول العربية مع الأسف بالرغم من انعقاد جلساتها 32 وطيلة الجلسات السابقة لم تستطع أن تحل هذه المشاكل، على العكس من ذلك أصبحت هذه الأزمات هي أكثر تعقيدا مما سبق. والسبب في ذلك أن بعض القرارات التي اتخذها بعض الدول هي ليست قرارات يعني حيادية أو هي قرارات بمعزل عن تدخلات الخارجية، حتى في إطار قرارات جامعة الدول العربية هناك تأثيرا على المستوى الإقليمي وهناك تأثيرا أيضا على المستوى الدولي. اللاعب الدولي مهم ومؤثر في سياسات المتبعة من قبل الدول العربية. صحيح أن الدول العربية تحاول أن تخفف من الضغط الغربي وتخفف من الضغط الأمريكي اتجاه بعض القضايا واتجاه بعض القرارات، ولكن تبقى الضغوط قائمة. ولذلك نجد أن حتى موضوع عودة سوريا هناك بعض المعلومات تشير إلى وجود بعض المفاوضات في عمان أو في دول أخرى لغرض يعني إيجاد نوع من التسوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا، هذا حسب ما يعني تناقلته بعض وسائل الإعلام، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تحاول أن تستثمر هذه الفرص وتحاول أن تفرض بعض الأجندات على سوريا وعلى دول أخرى. ولكن أعتقد أن الأزمات الحالية سوف يتم حلها إذا ما تم يعني اتفاق الدول مع بعضها بالذات الدول العربية، ولكن إذا ما بقت لغة الحوار العفو لغة التهديد ولغة الوعيد قائمة سوف لن يتم حل أي أزمة من الأزمات الحالية. طيب النقطة مهمة دكتور يجب أن نثيرها، يعني العودة صحيح مهمة مثل ما تفضلت، لكن الأهم كما اعتدنا من الجامعة العربية، هل سيحافظ العرب على النصاب المتحقق في قمة جدة أم أن الأدوار والمواقف كما جرت العادة بتبدل وتغير مستمر؟ والله الأهم من تحقيق التوافق هو الحفاظ على هذا التوافق، بمعنى أن الأهمية ليس في هذا الإجماع الحقيقي الموجود، إجماع جيد وهو قد يصب في مصلحة جميع الدول وليس سوريا أو دولة معينة، ولكن كيف نستطيع أن نحافظ على هذا التوجه وهذه يعني التوافقات الكبيرة ما بين الدول؟ الحفاظ على هذه التوافقات يرتبط إلى حد كبير بالرغبة الصادقة بين جميع الدول في عملية العودة وترطيب العلاقات، بمعنى السؤال الأبرز هل جميع الدول هي صادقة في رغبتها للتعاون مع الدول الأخرى لغرض حل الخلافات، أم عملية القبول بهذه الاشتراطات المتبادلة هو فقط فيه جانب بروتوكولي وجانب شكلي؟ هذا السؤال المهم هو الذي قد يجيب على سؤال حضرتك. فضلا عن ذلك نعتقد أن عملية إيجاد حلول منطقية حلول منصفة تحتاج مزيد من الوقت، باعتبار أن الأزمات هي ليست أزمات بسيطة، أزمات معقدة، والحلول هذه الأزمات أيضا مختلف عليها، بمعنى أن بعض الدول تريد أن تعالج هذه الأزمة بالطريقة الفلانية والدولة أخرى تذهب إلى منحى آخر في طريق المعالجة، بمعنى أن جميع الدول تختلف في التشخيص وكذلك الحال هي تختلف في عملية المعالجة. نعم. دكتور نسرين جودة ترحابي بحضرتك، نأسف لضعف الانترنت يمكن من سوريا أعتقد. بعد خروج الدولة السورية بمفهوم الدولة خرجت منتصرة، هنا نتساءل عن أي مكانة راح تكون لها من الرفعة في المجتمع الدولي. تماما، لا نبالغ أبدا عندما نقول أن الحرب الشعواء التي شنت على سوريا والتي استمرت لما يزيد إلى يومنا هذا عن 12 عاما
كان السبب في ذلك أن هناك توازنات عالمية كبيرة جدا كانت تحسم على الأرض السورية. لذلك فإن النظام العالمي الجديد بتشكيله بإعادة تشكيله في هذه الأيام كان لسوريا ولموقف سوريا ولصمود سوريا دور كبير فيه بشكل أو بآخر، إضافة إلى الأهمية الكبيرة طبعا لسوريا في المنطقة كالأهمية الإقليمية كما يقال، أيضا أهمية بالنسبة للدول العربية. طبعا سوريا عندما أخذ قرار إعادة تفعيل مقعدها في جامعة الدول العربية فإن ذلك كان من الأهمية بمكان للدول العربية من جهة ولسوريا من جهة أخرى. ولا نبالغ أبدا أنه أي هدف عروبي أو أي هدف تنموي في المنطقة وفي الوطن العربي إن لم تكن سوريا شريكا فاعلا منفعلا فيه فهو سيكون هدفا قاصرا جدا. طبعا نحن كسوريون نرفع رأسنا عاليا لأننا بفضل الله وبصمود جيشنا وتمسكنا بسيادتنا وصمود قائدنا استطعنا أن صحيح أن نقدم الكثير من التضحيات ولكن وصلنا للنصر، وهذا ما تشهد له كلمات جميع المدعوين والموجودين في اجتماع جامعة الدول العربية بأنهم رحبوا جميعا بعودة سوريا وشغل مقعدها بشكله الشرعي والطبيعي. هل أنتم مطمئنون لهذا الترحيب من الدول العربية أم أن هذه المواقف من الممكن أن تتبدل؟ يعني أشار الدكتور طارق الزبيدي بأن الحفاظ على النصاب المتحقق أهم من الوصول إلى هذا القرار. تماما تماما، أنا للأسف الشديد لم أسمع حديث الضيف وأرحب به وأرحب بكم، أعتذر. حياكم الله. ولكن نحن جميعا متفقين على أن عودة سوريا لشغل مقعدها بشكل طبيعي وكونها من الدول السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية التي تعتبر أول منظمة إقليمية من نوعها على مستوى العالم، وحتى سبقت منظمة هيئة الأمم المتحدة حيث كان تأسيسها ب 22 آذار عام 1945. ونحن كما قلت لك عودة على ذي بدء مقتنعين تماما بأن إعادة شغلها لمقعدها هو بداية العمل وليس الهدف المنشود، إعادة وضعها الطبيعي بكونها دولة عربية ذات أهمية إقليمية وعروبية كبيرة. العودة هي الخطوة الأولى، وكانت كلمة السيد الرئيس بشار الأسد واضحة تماما، لم يرائي ولم يدالس بل كان كلامه واضحا تماما، عرج على موضوع النظام التأسيسي ومواثيق جامعة الدول العربية وأهدافها وطريقة تعاملها مع الأزمات وطريقة تعاملها مع الأحداث في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم، وأيضا تحدث بأننا يجب أن نغتنم الفرصة التاريخية لإعادة تشكيل نظام أحاد القطب إلى نظام متعدد الأقطاب. ولكن لا ننسى دكتورة التحديات الأمنية التي تعرض لها سوريا وكذلك العراق تعرض لهذه التحديات سابقا. شغل المقعد هي بداية العمل وبداية الفعل وليس هي الغاية أو الهدف. طيب دكتور أسأل حضرتك، اليوم سوريا لما تسيطر على ثلثي المساحة الجغرافية نتحدث هنا عن الاستقرار الإقليمي نحو سوريا، هل راح يسرع من حربها ضد العصابات الإرهابية ومحاصرتها وبالتالي بسط الأمن على كل بقاع سوريا؟ تماما تماما، استطاعت سوريا خلال فترة الحرب التي شنت عليها أن تتجاوز وتتخطى وتتصدى لجميع المحاولات التي كانت تسعى إلى تمزيق الجسد السوري وإلى تمزيق المساحة الجغرافية السورية، وكانت السيادة وبسط السيادة على كل أجزاء الجمهورية العربية السورية هو الهدف الأول الذي بذلت من أجله الكثير من الدماء سواء من أبناء الجيش العربي السوري أو أبناء سوريا بشكل عام أو حتى من الأصدقاء الحلفاء الذين ساندونا بموافقة وبشرعية من الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية العربية السورية. إن وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية والحمد لله لا تزال إلى اليوم محققة، والوجود غير الشرعي والآني والطارئ لقوات الاحتلال الأمريكي
في المنطقة الشرقية ولقوات كما وصفها السيد الرئيس بالاحتلال العثماني بالنكهة الإخوانية في بعض مناطق شمال سوريا. طيب. كل هذا هو طارئ وآني وسوف يكون هناك حل قريب ونشاهد والمتابع للسياسة بإذن الله. دكتورة خليني أقاطع حضرتك أنتقل لدكتور طارق في الدقيقة الأخيرة. سعي واضح لحل هذا الملف، وكانت الأولى شروط سوريا في هذا الموضوع وفي أن تكون هناك نقطة صفر للمباحثات هو أن يكون هناك انسحاب كامل وتام لأي جندي بوجود غير شرعي على الأراضي السورية. نعم دكتور طارق، يعني نتحدث عن دعوة رئيس الوزراء العراقي في الجامعة العربية إلى عقد الدورة الجديدة في بغداد في عام 2025، هل راح تكون لسوريا حصة كبيرة في هذه الجلسة المقبلة؟ وماذا عن بقية دول المحور التي تعرضت إلى هكذا تحديات وتعديات؟ في حقيقة الأمر العراق دائما هو سباق في حل الكثير من الخلافات في المنطقة، ولذلك نجد العراق كان المساهم الأكبر في حل الخلافات السعودية الإيرانية. العراق كان لديه يعني جهود كبيرة لغرض مساعدة سوريا ومساعدة لبنان. العراق دائما هو يتصدر أشقائه في إيجاد بعض النقاط المهمة التي قد يلتقي يعني حولها جميع الفرقاء، ولذلك نعتقد أن العراق هو صادق في هذه الدعوة من جهة، ومن جهة أخرى هناك إمكانية كبيرة لعقد القمة في بغداد، وبإمكان أن يعني تقدم بغداد للدول الأخرى الحلول المنصفة والموضوعية والتي قد ترضي بها فيها جميع الأطراف. نعم دكتور. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الزبيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والشكر كثير لحضرتك مع الاعتذار دكتور نسرين علي السلامة الباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية، أثريتم الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.